بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 64 من سيرته صلى الله عليه وسلم. أخذنا أن 6 من الخزرج آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى قومهم وبدأوا يدعونهم إلى الإسلام، ففشل الإسلام في المدينة. وفي الموسم الذي بعده جاء 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس كما ذكر أهل السير، وذكر ذلك عبادة بن الصامت، وكان أحدهم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء هؤلاء 12 آمنوا وبايعوه صلوات الله وسلامه عليه على الإسلام، ثم بايعوه كما قال عبادة بن الصامت: بايعناه بيعة النساء. والمقصود بذلك هي البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها النساء لما بايعنه. ألا قال عبادة: ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. قال: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وهذا في الصحيحين، وجاء أيضا بروايات أخرى، بعضها في الصحيحين وبعضها في غيره. آمنوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم عادوا إلى المدينة. هنا أيها الإخوة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا من أصحابه يعلمهم القرآن، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير من بني عبد الدار القرشي المهاجر من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، وستأتينا ترجمته بإذن الله. فكان أول سفير في الإسلام، ذهب إليهم يعلمهم ويقرأ عليهم القرآن ويعلمهم صلاتهم ودينهم. وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم فضله وعلمه ودينه، وإلا لما ائتمنه على مثل هذا. وهنا أيها الإخوة، ينبغي على العالم والوالد والمسؤول والذي ينظر في أمر الناس أن يختار الرجل المناسب للمهمة المناسبة. فإنك إن وضعت الرجل حيث يجب أن يكون أفلح وأنجح، وإن من علامات حكمة الرجل أن يضع الأمور في مواطنها وأن يضع الناس في مواطنهم، وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه. ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، ونزل على أسعد بن زرارة، وكما سبق معنا فإنه كان ممن حضر بيعة العقبة، بل كان رضي الله عنه وهو من الخزرج من الأنصار كان أصغر الحاضرين في بيعة العقبة، وشهد البيعتين العقبتين، بيعة العقبة الأولى والثانية. ثم بدأ مصعب رضي الله عنه بدعوة الناس، وبدأ الإسلام ينتشر أيها الإخوة في بيوت الأوس والخزرج. بدأ حينما أراد الله، فكان الرجل منهم لا يكاد يدعى إلى الإسلام حتى يسلم. وتأملوا معي أيها الإخوة الكرام، محمد صلى الله عليه وسلم بقي في مكة وهو المؤيد بالوحي سنوات طوال، فما آمن معه إلا قليل. وهذا هو الابتلاء. ثم لما نزل أمر الله تعالى وفرجه وإذنه، ذهب مصعب رضي الله عنه إلى المدينة، فدخل الناس
في دين الله من كل أبيات المدينة، سواء كانوا من الخزرج أم من الأوس. وهنا أيها الإخوة لنا وقفة، وهي أن كثيرا من الناس حينما يتوجهون إلى الله في طلب أمر أو في صلاح ولد أو في قضاء حاجة أو حتى في محاولة إصلاح أو دعوة أو غير ذلك، إذا طال عليهم الأمد ملوا ويأسوا، وتسرب اليأس والإحباط إلى قلوبهم، وهذه من مداخل الشيطان. ينبغي أن يكون لنا فيه صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، أبلغ الخلق، مؤيد بالوحي، يدعو في قومه هذه السنوات ولم ييأس، يعرض نفسه في كل عام على القبائل ولم ييأس، يعذب أصحابه أمامه ولم ييأس، يحاربه قومه، يؤذونه أشد الأذى ولم ييأس، ثقة بالله وفيما يحمله من الحق، وأن الذي يجب عليه أن يبلغ دين ربه، أما هداية الخلق فإنها عند الله عز وجل. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. نقف على هذا ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.